السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم سهام. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن تشققات القدمين، فهذا من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا والتي يمكن أن تحدث لأي منا، وكذلك يمكن أن تسبب ألم في القدمين في الحالات المتقدمة، وتحدث بسبب الجفاف، قلة الترطيب وعدم العناية بالقدمين، وأيضا الالتزام بنظام غذائي غير صحي. ولعلاج هذه المشكلة، أول شيء سنقوم به قبل عمل هذه الوصفة هو نقع القدمين في الماء الدافئ لتنعيم الجلد والأظافر، ليسهل علينا إزالة الجلد الميت بالحجر الإسفنجي أو مبرد إزالة الجلد الميت، لكن يجب علينا أن نتجنب إزالته بقوة لكي لا نصاب بأي جروح أو تقرحات. سنحتاج في الوصفة إلى كريم جليسوليد أو أي كريم جليسيرين تتوفرين عليه. سنحتاج أيضا إلى زيت جوز الهند ونصف ليمونة حامضة. فعصارة الليمون الحامض تذيب طبقة الجلد الميتة المتشققة، ويمكن استخدامه أيضا بوضع شرائح رقيقة منه على باطن القدم بحيث يغطيه بالكامل، ثم نرتدي جوارب سميكة ونتركها حتى الصباح، ثم نفرك القدمين باستخدام ليفة خشنة أو حجر خفاف ونرطبهما جيدا. والليمون أيضا في هذه الوصفة يعتبر مبيض لجلد القدمين. نقوم بوضع ملعقة صغيرة من كريم جليسوليد أو أي كريم جليسيرين كما قلنا، ونضيف إليها 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الحامض وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند. نمزج هذه العناصر التي ذكرنا جيدا إلى أن نحصل على كريم متجانس، ندهن به القدمين بالليل كمرطب ونتركه حتى الصباح، ثم نغسل بالماء الدافئ. وداومي على هذه الوصفة يوميا إلى أن تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها من البياض والنعومة، وتتخلصي من تشققات القدمين، ولتحظي بأقدام طرية وناعمة وشديدة البياض بشكل دائم. أتمنى أن تفيدكم وصفة اليوم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة للمزيد من الوصفات المجربة والفعالة. أشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.